أهم شيء في مكة هو الحرم. طيب الحرم الكعبة obviously. الكعبة بناها سيدنا إبراهيم مع ولده إسماعيل، طيب، وهو اللي حط القواعد، وكان وعندنا مكان في الحرم اسمه مقام إبراهيم. طيب مقام إبراهيم هو المكان اللي حط عليه رجوله عشان يطلع ابن الكعبة، عشان يوم زمان ما كان عندهم سلم، ما كان عندهم شيء، هذا حجر ربنا نزله من الجنة، وف كان يوقف عليه وكان يبني الكعبة، طيب، عشان كانت عالية. الكعبة في نص الأرض، يعني مركز الأرض. That's obviously. That's obvious. إيش كمان؟ مكة، نحنا أهل مكة يعني معروفين بالكرم، يعني إيش كمان؟ إيش كمان؟ إيش تبى أنت تعرف؟ نحن واجبنا أهل مكة إن نحن نخدم الحجاج، هادولا ضيوف عندنا، نحن نكرمهم. أيوة، تصير. أنا عائلتي كانت، شوف، أنا عائلتي من جهة ماما كانوا يشتغلوا مع الحجاج مرة كتير، طيب. وعائلتي من بابتي عندنا شيء اسمه طوافة، هذا طوافة أما وقت الحج يجوا، ونحن يعني نحججهم، نوديهم عرفة، نطلعهم من، أيوة، ونوديهم يعني مزدلفة وكده. وترى هذا الشيء مو من دحينة، ترى هذا الشيء من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، أيام قبل الإسلام أصلا ما كان يجي، كانوا دائما الحجاج كانوا يجوا لمكة، وكانوا دائما يخدموهم، وكانوا دائما يعني يأكلوهم ويشربوهم ويعني ويوفروا لهم يعني بيئة أفضل يعني ليهم. فهذا الشيء يعني متوارث عندنا من أيام زمان، فأبدا ما هو شيء جديد إنه الحجاج يجونا، ونحن مرة نفرح إنه الحجاج يعني يجونا. الحرم 24 ساعة مفتوح، متى ما تبغى تروحوا عادي تقدر تروحوا، عادي تدخلوا. الحرم هو ما هو مكان للسياح، هو مكان للعبادة، فنحن نستقصد الحرم عشان نصلي فيه، طيب، وعشان نتعبد ربنا، نقرأ في القرآن، نسبح، وبس. وأكيد أهل مكة دايما يروحوا الحرم. ترى نحن في مكة ما عندنا سبأربز وما أدري شكله، ترى نحن كلنا في مكة كلنا واحدة مدينة. ترى نحن في مكة ما عندنا سبأربز وما أدري شكله، ترى نحن كلنا في مكة كلنا واحدة مدينة. يعني في عندنا حدود للحرم، بس ما عندنا مثلا عايشين برا مكة يعني. كل واحد وكيف يعني ما يعيش، يعني المباني عندنا تختلف، يعني في عندنا مباني صغيرة كبيرة وسط طويلة، يعني ما عندنا شيء محدد.